حلوه تبقى نبدا تمارين الصباح وكل يوم من ده مش نقعد ناكل ونفشول في السجن. يلا جاهزين؟ يلا قبل اي حاجه هنفك الجسم، الحامل ما تفكش معانا تتعب. يلا يلا فك الجسم، يلا يلا الست الست نفس عميق خدوه وما يرجعش تاني يتكتب. يلا واحد اتنين تلاته اهو، واحد اتنين تلاته اربعه. فكركم هنفضل كده؟ لا لازم نرجع نقول الناس ايه في الشارع اتجننا. يلا نرجع، واحد اتنين تلاته هوبا، واحد اتنين تلاته اربعه. فك السد، يلا 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 يلا. دلوقتي بقى تمرين مهم عشان الظهر، ها؟ كلنا عارفين يا حلوين ان الظهر فيه عمودين فقريين، واحد هنا واحد هنا. احنا ننزل عشان نفكوه، بس المطلقه ما تنزلش معانا، فاهمين؟ يلا واحد اتنين تلاته اربعه. ما نزلتوش ليه؟ كلنا متمرنين. عشان لو لقيت هوايه انا ناقصاكوا على الارض. يلا نزلتوا؟ نقسم التمرين ده على السباحه. يلا 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 يلا. اللي تابع اختها بسدها. يلا 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 يلا. نطلع تاني ولا الناس يقولوا علينا اتجننا؟ بنعوم في الاسفلت. يلا واحد تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة أربعة. أنا فك الجسم تاني كده عشان الجسم يفرفش. دلوقتي بقى نعمل تمرين العضلة اللي هنا اللي في الخد ده، الخد ده فيه عضلة لما تتكبس كده تفك. يلا واحد اتنين تلاتة هوبا، واحد اتنين تلاتة هوبا. أسمع القلم، واحد اتنين تلاتة أربعة، واحد اتنين تلاتة هوبا. يلا 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 يلا. فكوا فكوا فكوا. يلا تمرين اللسان، اللسان مش للراضي وخلاص ودي قالت ودي عادت، ها؟ فك عضلة اللسان. أنا قريبة يا أم فاروق. إيه يا ست أنت مستولية على الصخرة؟ أنا أقول مالك يا شباب؟ قريبة ولا أنت ماسكانة على الواحدة في السجن ليه؟ ولا واحدة ولا أيمة، أنا دماغي وقعانة يا شباب. لا ده أنا لسه لاعبة رياضة وعندي باور. ولا يهمني الرياضة ولا الرياضة، ما يخشش على الكلام ده. هقلب القلب يا أم فاروق. قول الخير. خالتينوسة في زيارة علشانك عند المأمور. عشان انا؟ اه عشان انا. تعرفيش مين اللي لك؟ لو النبي. عملت ايه في موضوعي يا خالتي؟ انت هتلغي كتير بقى وتخنقيني، قلت لك هجوزك. يا بنت الجواز بقى اسهل من المحشي دلوقتي. اسمع من بقك ربنا، بس انت لا دي عايزه رواقه. دي عايزه بس شوفي ايه؟ شكلي حلو. قمر انت بتردي ولا ايه؟ مش كفايه جرالك اخر مره؟ تعالي يا خالانوسه. ما هو اللي جرالي علمني، لان المره فاتت دخلت غلط، المره دي داخل البيوت من ابوابها. ابواب ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اقعدي بس يا خاله، الاول تشربي حاجه؟ اي حاجه دايت. لا لا دايت ايه؟ انا جايب معايا ازازه شربات بعد اذنك يا فندم يفتحوها لنا عشان كل زميلاتها تشرب. واحده واحده عليها يا استاذ ببلاوي. اظن عارفه الاستاذ. هذه المعرفه، ده ابويا، ده زي ابوي. ابوك ايه؟ انا مش هحسسك بفرق السن، انا هاخدك ونجري نجري نجري. الاستاذ ببلاوي جاي عشان يكتب كتابه عليكي. يا ست انت استني. استاذ ببلاوي جايب تسريح من النيابه ومخلص كل الاجراءات. والنبي مخلص؟ عالجدار عالجدار الفرخه بس يا عالجدار، ودي قادرها عالجدار. يا ست اهدي. معلش يا فندم، المفاجأة خلت الفرحة بالساعات. مالك؟ بعيط على مخدي البنايه. اختك؟ بتجوز كده ما بعيش حد من اهلي ولا الزمالك ولا حتى المحلة. كل ده اهلي مش عاجبك؟ ايدك يا سيد، ايدك يا استاذ، مديله الصلاح. حاضر، فضل مديله. قول ورايا زواجيني نفسك على سنة الله ورسوله. ايه ده؟ ياه ياه تاني. في ايه؟ تحت باطي بيقوم عليا فجأة. ولازم يقوم دلوقتي؟ استعجل. أنا عايزك لوحدك. مستعجل ليه؟ يا عم جاي كتير على الأرض وعايزين يا راجل اتوكس. يلا. طب بعد إذنك يا فندم ممكن تسيبونا لوحدنا؟ أه من حقكم. اتفضل يا أستاذ عشان نسيب العرسان لوحدهم. يلا. يلا. إحنا بقينا لوحدنا. مليان.
يا ليل نعيش ببلاوي. أنا مش هينفع نتجوز. ليه؟ أنا خايفة عليك. في إيه؟ أنا متجوزة من تحت. من تحت الأرض. متجوزة منين؟ واحد في جنوب أفريقيا. في جنوب أفريقيا. طيب يعني بيسافروا يعني دول طيبين مفيش منهم خوف. أنا خايفة من التالت. وده منين؟ من جنوب أفريقيا. الله، وأنت واخدة توكيل جنوب أفريقيا؟ خايفة عليك يا زوكا. الله الله الله، أنت جيت على السيرة يا أحدب. أحدب؟ لا، يتجوزني إيه وأنا ناقصة رجالة؟ مكنتش أعرف إن حضرتك مرتبط بيها. تموته؟ موته، لكن اللي عملت لا. ايوه ايه اللي عملت؟ لا لا يا واحد، انا اللي هقف. لا 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 يا ولد، يا سيدي البشرات، انا هرس وده بشرات. يا سياده المامور، يا سياده المامور، النهار السود يا بابا.